مصر العظيم في إطار التكليف الصادر إلى السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية للمجابهة الشاملة للإرهاب والعمليات الإجرامية الأخرى بالتعاون الوثيق مع كافة مؤسسات الدولة. بدأت صباح اليوم قوات إنفاذ القانون تنفيذ خطة المجابهة الشاملة للعناصر والتنظيمات الإرهابية والإجرامية بشمال ووسط سيناء. الجيش اللي بيحارب في سيناء دلوقتي؟ والله انا بقول ربنا قويه وربنا يساعده، واحنا كنا بندعي له بصراحه، يعني ربنا معاهم ويا ريتني كنت معاهم. ربنا يحميهم يا رب ويحرسهم، يحرسهم ربنا ويحميهم ويحافظ عليهم ويردهم لاهلهم سالمين غانمين. ربنا مع الجميع ويكرمهم ويقويهم يا رب. الناس بتأدي واجبها على اكمل وجه، ده المفروض نشكرهم كمان ونقدم لهم اللي هم عايزينه واكتر كمان. ده طلبوا تضحيتنا يعني الروح، مش مشكله، لان دي الناس دي عظيمه جدا جدا يعني، وانا على نفسي بقى عشان الجيش. ربنا يبارك له وربنا معاه ان شاء الله يعني ينتصر. يعني اقول له ربنا يعينك ويقويك ويحميك. والله ربنا يوفقهم، ده جيش مصر، ربنا يحرس مصر. والله يعني ربنا يوفقهم وربنا يعني يخليهم لينا، يعني احنا بنبقى عايزين في البيت وهم اللي بيبقوا حامينا يعني، وممكن يكون اللي هيموت مثلا منهم او حاجه ممكن يكون قريبي اخويا، ممكن مثلا الأم ده ممكن تكون أم أنا مثلا اللي تفقدني، بس ربنا يوفقهم وربنا يخليهم لينا يا رب. ربنا قويهم، دي ناس كويسة بيحموا البلد، بس أكتر من كده أقول إيه؟ ناس بتضحي بروحها عشاننا. بقول ربنا معاه، بس أقول له ربنا معاه ويرحم شهاداتنا. أوجه كلمة لشبابنا كلهم اللي في سينا وغير سينا، أقول لهم ربنا يحافظ عليكم كلكم يا رب. أعظم جيش، جيش بلدنا، مفيش كلام بيه، أعظم جيش، جيش بلدنا. ربنا معاه، ما تخليش اعيط والله بجد، ربنا معايا.